مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره. الصحه اسالك ايه اللي كان ناقصنا؟ الصحه. في فوارق بدنيه الحقيقه كانت رهيبه. يمكن لو اتكلمنا على شخصيه البطل، الشخصيه موجوده عند النادي الاهلي. بدايه طبعا تحيه لرجاله الاهلي اللي قدموا عرض ارضى طموحات الفريق. طبعا كان نفسنا نعمل نتيجه ايجابيه، كان نفسنا على اقل تقدير نسجل، بس الحقيقه ويمكن تكون لاول مره، يعني من سنين طويله جدا ما شفتش الاهلي بيخسر ماتش وما شوفش حالة غضب. يعني في ناس الحقيقة كتير جدا ممكن تنتقد الأهلي أو تشد على نجومه لما بنخسر مباراة ولا بنخسر نقطة نتيجة تعادل أو حتى لما بنخسر بطولة، لكن ماتش امبارح ما شفتش، شفت حالة رضا تامة الحقيقة عن اللي قدمه النادي الأهلي. وخليني أقول لحضراتكم المكاسب بقى، لأنه ناس كتيرة جدا مش واخدة بالها من إنه الجيل ده محظوظ، ناس كتير جدا مش واخدة بالها إنه يمكن دي تكون للمرة الأولى اللي النادي الأهلي من خلال كل مشاركاته في كأس عالم الأندية يقابل بطل أوروبا ويقابل بطل أمريكا الجنوبية. اللقاءين دول في حد ذاتهم يدفع فيهم فلوس كتير قوي. يعني أنا متخيل حضراتكم بعد ما الأهلي خلص مشوار البطولة، وبصرف النظر حتى عن نتيجة ماتش بالميراس، الحالة المعنوية اللي هيكون فيها اللعيبة، الخبرة، التقل في الملعب، فرقه لعبت بايرن ميونخ بطل اوروبا وفرقه لعبت بالميراس بطل امريكا الجنوبيه الاثنين في بطوله واحده. انا بيتهيألي ده ليه مردود فني كبير جدا وليه تقل كبير جدا جدا على هيبان تاثيره اعتقد في مشوار النادي الاهلي، وهو مشوار طويل ومشوار صعب. على كل الاحوال ان شاء الله نفسنا، واعتقد ده في اتفاق بين جماهير النادي الاهلي خصوصا اللي تابعوا منهم تيجرس وبالميراس في قبل النهائي، في حاله تفاؤل، والاداء اللي قدمناه امبارح يقول ايوه نقدر ان احنا نعدي بالميراس ونقدر ان احنا نكرر الانجاز التاريخي للنادي الاهلي ونحقق البرونزيه. في جميع الاحوال الرجاله امبارح لعبوا ماتش الحقيقه محترم جدا، والكلام على الكوره كتير، لانه انا شفت امبارح الحقيقه كل زي ما بيقول الكتاب كده كل فصول وكل دروس كره القدم بتطبق في مباراه الاهلي والباين. انا محتاجين الحقيقه نقف مع الماتش ده كتير، ومحتاج لعيبه النادي الاهلي انها تتفرج على الماتش ده مره واثنين وثلاثه.